الشرقية أشكر لكم بقول الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل ذي علاه سميا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت ورحما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان لا يموت. وأصلي وأسلم على الحبيب المعظم الذي خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله إنك ميت وإنهم ميتون صلاة وسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها السادة نحييكم من هذا المقام القرآني الكبير من هذه البلدة الطيبة المباركة قرية معلّة بمركز ومدينة البيس بمحافظة الشرقية. نحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ليلة تكريم الأم الغالية والمربية الفاضلة لرجال الأفاضل حرم الحاج علي الظاهر اسأل ربي سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل القرآن العظيم هدية لها تتقاطر عليها في قبرها إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاركين واجب التكريم لعموم عائلات قدوس الأعلام هذه هي العائلة العريقة ذات الجذور العميقة. مشاركين واجب التكريم سيادة المقدم سيد عبد الظاهر الحاج سعيد عبد الظاهر وأيضا إلى علم الواجب والأدب في كل مكان حاج عبد الظاهر علي وعموم أبناء العمومة الكرام إخوة الإيمان والإسلام. حضرنا في هذا المقام القرآني الكبير علمين من أعلام دولة التلاوة حضرنا فضيلة العلم القرآني الإذاعي والهرم الثاني في الجامعة الطاروتية هذه الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات والأحكام. حضرنا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت كذلك أيضا حضرنا فضيلة العلم وابن العلم والقارئ وابن القارئ نبتديت الكواكب بالزواج مركز بلزيس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور
عاد عبد الله الحصري. الآن نستغل هذا المقام بالذي هو خير القرآن الكريم، تشريعات وأحكام نزلت على قلب سيد الأنام يتلو علينا بكل إتقان وإحكام علم الأعلام ونجم نجوم إذاعة القرآن فضيلة القاري الشيخ محمد علي الطاروق يتفضل مشكورا بمعجزة الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا
Mm-hmm.
بأننا مصلين
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا Yeah.
تكون جماعيه
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت
ما قلت لهم إلا عشنا وإياكم بما تيسر من آيات سورة النافذة المدنية 120 آية، وهي السورة القرآنية العظيمة التي سجلت تاريخ إسلامي عريض. هي السورة الخامسة في القرآن الكريم من حيث الترتيب، وقصة المائدة وردت في 5 آيات في هذه السورة، وهذا من الإعجاز في القرآن العظيم. كانت التلاوة لقارئ إذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مصر والعالم الإسلامي،
نبت البيت القرآني بطاروت بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت. أشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا اسم العائلة العريقة ذات الجذور العريقة عائلات قدوس الأعلام وباسم أبنائها الكرام أعلام الواجب في كل مكان سيادة المقدم سيد عبد الظاهر حاج سعيد عبد الظاهر والحاج عبد الظاهر علي علم الواجب الجمهورية كما أشكر إلى كل القيادات الدينية التنفيذية والسياسية والشعبية وعموم مشاركي واجب العزاء وقيادات وزارة الداخلية. أشكر إلى المهندس زكريا شكر إلى الحاج يوسف الخصر إلى الحاج شاكر أبو هلال وإلى فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف. أشكر أيضا إلى فريق العمل هندسة الإذاعية الخضراء مهندس قاسم عفيفي بمنية سلامتي بمركز بلوس مخازن الإنارة الفراشة الخضراء حاج الخيشة السادس بميت معلى مركز بلوس واجب الضيافة المتميز والمتألق دائما المتر محمود صادق بالطل الكبير الإسماعيلية هندسة الهواء والتصوير عمدة المصورين المهندس ناصر صلاح بالزقازيق الشرقية. أشكر إليكم جميعا بقول الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السيدة